والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال العلماء رحمه الله في كتاب بيض الخلق، قال: باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دنيا من باب الجنة. فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن مطرف، قال حدثني أبو حازم عن سهل بن زيد رضي الله عنه ورحمه الله جميعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائم. باب صفة أبواب الجنة يتكلم قال أبواب الجنة، هذه فيها دلالة أن الجنة لها أبواب وأبواب كثر. وقال مسلم: من أنفق زوجين دعا من باب الجنة. ووصله، وما زلنا يعني الآن آنفا شرحنا هذا الحديث الذي وصله البخاري، وأن أبو بكر هو الذي فاز وحاز بذلك، قال: أرجو أن تكون أنت منه. وقال: من أنفق زوجين، يعني جنسين مختلفين أو نوعين مختلفين تحت جنس ما. هنا في قوله: وقال النبي، كما قلنا وصله المصنف مسندا عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصيام، وفي أيضا فضائل الصديق كما كان فضائل الصحابة. قال فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، رواه أبو القاسم في معجمه من حديث أبي سلام عن أبي أمامة عنه وهو عبادة بن الصامت، ولفظه عليكم رضي الله عنهم جميعا: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه من أبواب الجنة، يذهب الله به الهم والغم. مصاغ البخاري حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الصوم فأنا أجزي به، فهو لي وأنا أجزي به. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في السنن، وكان في بعض الكلام لكن يستأنس به، قال: الصيام لا عدل له. لذلك خص الباب بالصائمين، باب الريان لا يدخل منه إلا من كان من أهل الصيام. وهذا حديث من قوله تعالى: فتحت أبوابها، دلالة على أن الجنة لها أبواب وليس بابا واحدا. ولو زاد هو خطأ عند البصريين، لأن الواو تفيد بمعنى العطف فلا يجوز أن تزاد. قال محمد يزيد: حتى إذا جاءوها وفتحت، وهذه إشارة إلى أن النار ما في استئذان، الجنة فيها استئذان. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقف ينظر إلى الجنة، ينتظرون ليدخلوا ويؤذن لهم، ولا يؤذن لهم إلا به، فيدق الباب فيقول الملك: من؟ فيقول: أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك. والريان مشتق من الرج، لأنهم يعني أصابهم ظمأ الهاجر، رضي الله عنك يا هاجر، آية النبي المغربية حفظك ربي، فالعطش يصيبهم عند الصيام، فالله على جزاءهم جزاء المفاهم أجل تباقى بباب، هو باب الرج، باب الريان. يقول بعض الصحابة: لولا ثلاث لم أحب البقاء في هذه الدنيا: الظمأ بالهواجر، هذه لذة ليست بعد لذة عندما يشرب الماء ويرى نعمة الله عليه، هذا لا يمكن أن يستشعره أو يصفه إلا من عاشه وهو في ظمأ الهواجر حقا. وعندما يؤذن أذان المغرب ويرشف رشفة واحدة من الماء ويعلم كيف نعم الله عليه العظيمة، نعمة الله عليه في الصيام، نعمة الله عليه في الصبر، نعمة الله عليه في الشراب، نعمة الله عليه في التلذذ بماء، هذا أعظم ما يكون عبادة لله جل في علاه. في المسند الصحابي يقول: أظمأ الهواجر ومكابدة الليل الطويل ومجالس نبتغي فيها الطيب الكلام، هي مجالس العلم، يعني ثلاثة لولا هذه الثلاثة ما عاش: ظمأ الهواجر صوم النهار، مكابدة الليل قيام الليل، مكابدة الليل الطويل قيام الليل، المجالسة تبتغي فيها طيب الكلام وهو مجالس العلم. فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: ما رد الجنة بسرعة، قال: حلق الذكر وحلق العلم. في مصر البزار للنار باب لا يدخل إلا رجل شفي غيظه أو شفى غيظه بسخط الله جل في علاه، وكل متكبر جعذري متكبر هو من أصحاب النار، والكبر مهلكة أي مهلكة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله جل في علاه ثبتنا الحق. للجنة أبواب ثمانية، كل طاعة إذا كان من أهلها نودي به، فضل الله على عباده وتنوع العبادات تدل على اختلاف الناس في العبادات، وأيضا الإيمان يبين تفاوت الدرجات، يبين بينهم تفاوت الدرجات. حفظكم ربي، أحسن الله إليكم ورضي الله عنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.